طبعا بنتكلم عن المكون الثاني من مكونات أنظمة إدارة المحتوى، وهو تطبيق التأليف التلقائي. طبعا مهم جدا إن إحنا نبقى عارفين إن تطبيق التأليف التلقائي الحقيقة اللي هو الـ Automated Authoring Application. إحنا عارفين أدوات التأليف اللي إحنا عارفين بنسميها الـ Authoring Tools، وهي مجموعة الأدوات أو البرامج اللي بقدر بيها أكون مقرر او اصمم مقرر او اصمم مجموعه من الوصفات المتعدده اللي ممكن استخدمها في المحادثه. طب ازاي انا ممكن استخدم تطبيقات التاليف التلقائي دي في نظام اداره المحتوى؟ طبعا هي وظيفتها الاساسيه ان هي تديني واجهه رسوميه. يعني ايه واجهه رسوميه؟ اللي هي الجرافيكال يوزر انترفيس. يعني انا لما ادخل على النظام زي ما حضرتك شفته امبارح، بلاقي ان النظام عندي هو عباره عن واجهه رسميه. يعني ايه واجهه رسميه؟ يعني مجموعه من الايكونز ومجموعه من الكلمات اللي بتشرح ببساطه جدا وظيفه هذه الايه الايكون. اذا هي بتمكنني بالفعل من ان انا استخدم هذا النظام من خلال مجموعه الايكونز او من خلال الواجهه الرسوميه دي. طبعا الواجهه دي او الايكونز اللي موجوده هي اللي بتسمح لي، اللي هي موجوده اونلاين او على الويب زي ما شفنا، هي اللي بتسمح لي ان انا اتفاعل مع النظام وانشئ المقرر. زي ما شفنا مثلا كنا بندوس على الجزء الخاص بالمقررات، يفتح لي ويبتدي يخليني اصمم انشئ اسم المقرر، وابتدي اقول للمقرر ده هيتكون من كم محاضره وهكذا، وادخل الطلاب. كل ده من خلال ايه؟ واجهه رسوميه، او كل ده من خلال ايه؟ مجموعه من الايكونز. تمام؟ وتمكن ايضا التطبيق التاليف التلقائي من استخدام النماذج الجاهزه او الجاهزه لانشاء المحتوى الرقمي المطلوب من غير ما يكون المؤلف عنده اي فكره او معرفه مسبقه بمهارات البرمجه وقواعد البيانات. يعني انا دلوقتي ممكن استخدم النظام وممكن اجيد استخدامه من خلال نماذج جاهزه. يعني ايه نماذج جاهزه؟ يعني انماط، زي كده ما كنا ندخل على برنامج الوورد او الباور بوينت ولاقي حاجه اسمها نماذج جاهزه، حاجات جاهزه للاستخدام بدون ما انا اصممها. هو النظام بيمنحني نفس الشيء، نماذج جاهزه للاستخدام، ومش شرط ابدا ان اكون متخصصه او مبرمجه او متخصصه في الداتا بيز او قواعد البيانات عشان اقدر استخدم هذه الواجهه الرسوميه، لانها بسيطه جدا في استخدامها. فدي ميزه مهمه جدا في تطبيق التاليف التلقائي. زي ما سبق وقلنا ان انواع المحتوى الرقمي ممكن يكون ملفات اوديو، ممكن تكون ملفات فيديو، ممكن تكون برزنتيشن، ممكن تكون وورد، ممكن تكون كويزز، يعني اختبارات قصيره، ممكن تكون دوكيومنت، ممكن تكون سبيتشيت او اللي هي الشيتات الخاصه ببرنامج الاكسل اللي بتديني بيانات او بتديني معلومات، ممكن تكون اناونسمنت اعلانات، ممكن تكون مسج وهكذا. ان المحتوى الرقمي اللي انا بحطه او اللي انا بعمله من خلال التطبيق التاليف التلقائي بيبقى متنوع، بيحوي كل المكونات اللي انا متوقعه انها ممكن تتحط في المقرر بتاعي وانا بصمم هذا المقرر. الحقيقه ان مشاركه المعلومات دي بين المستخدمين بيتم من خلال حاجه اسمها الجي يو اي دي او جلوبالي يونيك ايدنتيفاير، اللي هو اللي احنا بنسميها واجهه عالميه متميزه، او من خلال واجهات معروفه ومميزه اللي احنا بنسميها واجهات منتشره او معروفه او متعارف عليها يمكن اي حد استخدامها، ومن مش محتاجه كمان ان انا انسخها، ان ده بيقلل عندي او بيديني ميزه ان انا استخدم المساحه اللي استخدمها. ايضا نقطه مهمه جدا او المكون التالي اللي هو واجهه التوصيل الديناميكي. واجهه التوصيل الديناميكيه او المكون الثالث من انظمه اداره المحتوى اللي هي دايناميك ديليفري انترفيس، دي الحقيقه الواجهه دي بتتغير حسب الملف الشخصي للمستخدم. يعني ايه؟ انا لما بدخل يبقى عندي حاجه زي ما وريتكم امبارح على النظام، حاجه اسمها بروفايل او حاجه اسمها ملف شخصي للمستخدم، مش كده؟ وبيبقى في طريقه للدخول على الواجهه، يعني ان انا مثلا سجلت قبل كده او لسه هسجل او مطلوب مني بيانات وهكذا. الواجهه دي ممكن تتغير حسب ما انا اغيرها، بيبقى في نماذج جاهزه موجوده ممكن استخدمها، ممكن انا اغير الشكل او الواجهه بتاعه النظام بتاعي حسب انا رؤيتي ليها. كمان الواجهه دي بتسمح بحاجه مهمه جدا اسمها تتبع المستخدم، وعشان كده بسميها واجهه التوصيل. يعني بتوصل ايه؟ بتوصل كل المعلومات والبيانات الخاصه بالمستخدم ودخوله على المقرر واستخدامه هذا المقرر الى الاشخاص او الجزء الاداري المسؤول عن اداره نظام اداره الايه المحتوى او المقاطع. بيبقى في ايضا وصلات او اتصال ديناميكي للمواد اللي هيكون المستخدم بتدرسها على الفصل الايه الدراسي المحدد. يعني انا بحدد له وقت معين، بحدد له مقرر معين هو اللي هيقوم بتدريبه، بتواصل معاه من خلال هذا الايه المقرر من خلال
الواجهه دي، اقدر عن طريق الواجهه دي ادخل على المحتوى التعليمي، او اقدر ادخل الطالب على المحتوى التعليمي اللي هيقوم بدراسته، اقدر ان انا ادخله على الجزء الخاص بالتقويم، يعني اديله كويز، يقدر يشوف الرسائل لو في تواصل ما بينه وبين زملائه او بينه وبين المعلم وهكذا. المحتوى ده بيظهر للواجهه على شكل صفحات ويب، يعني انا بقلبه على شكل صفحات ويب، بقلب طبعا قبل او بعد وابتدي اختار هذه الصفحات، بسهوله جدا بستخدمها، وبتظهر زي ما قلنا في بعض الانظمه بستخدمها اونلاين او على شكل تطبيق يبقى على خط المخرج زي بالظبط الموديل، ممكن ان انا انزله كنظام مجاني تبقى مجموعه من الملفات ويظهر لي كتطبيق كده على سطح المكتب، ومن خلال هذا التطبيق اقدر استخدمه واتواصل فيه واقدر اقلب هذه الصفحات كصفحات ويب. ده بالنسبه لواجهه التفصيل الايه؟ التفصيل الالكترونيه او هذا المحرك. طيب المكون الاخير من مكونات انظمه التعلم هنتكلم عليها ان شاء الله في الدقائق القليله القادمه.